مهرجان يومان سكرين فيستيفال أو مهرجان أفلام حقوق الإنسان الدولي هي في دورته الأولى يحكي على أفلام تعتني بمواضيع حقوق الإنسان. بسنا حبينا يكون المهرجان مركز على الهجرة وحقوق المرأة. عندنا 38 فيلم، 22 فيلم طويل و16 فيلم قصير. من وقتاش لوقتاش؟ من 6 ل 9 ديسمبر 2012. وين نجمو نجيو نتفرجوا فيهم الأفلام؟ نجمو تجيو تتفرجوا في دار الثقافة النور الشيخ، قاعة الريو، قاعة البارناس، وإلا في دار الثقافة بسبيطة. أفلام تونسية ولا أفلام؟ أفلام تونسية، أفلام عالمية من لسان كونتينيو. أفلام فيها مساج قوي وفيها مساج بوزيتيف، فهمتني؟ أفلام حتى وكان تمس ولكن فيها برشا تفاؤل. أفلام نفهم بها نحن وين ونمشي.